كان بالمناسبة امتحانهم للحكم مسلم جديد ومساعده بشير الحساني قبل التحول للندن للمشاركة في الألعاب الأولمبية في جويليا القادم. فترة صعبة يمر بها ديكاسيل في الترجي، رفقته في عديد الانتقادات في الفترة الأخيرة. ديكاسيل يعود لصفاقس في مواجهة الكوكي اللي يتقابل بالمناسبة معاه للمرة الثانية خلال هالموسم. أقل من دقيقة لعب، فخر الدين بن يوسف يبحث عن الثغرة، يحاول المباختة والحرس بن شريفية في المواد. دقيقة بعد سلامة القزاوي في موقع مناسب للتسجيل يضيع فرصة افتتاح النتيجة. الترجي بتشكيلة تسجل عودة نيانغ مقابل غياب بن عمر وشمام والمولهي حول المباختة منذ اللحظات الأولى. نيانغ دقيقة سادسة وبعد كرة مقوسة كاد يغلط الحارس الجريدي. المساكني يتحرك يمهد للعواضي اللي يبحث عن الثغرة في دفاع السي اس اس والامتياز للاعب شادي الهمامي. ركنية للترجي تلعب بسرعة من بوعزي والمتابعة من الهيشري وفرصة افتتاح النتيجة تضيع عن الترجي. الترجي نوع عمليته الهجومية يبحث عن الكرة الثابتة، المساكني يصوب وجريدي برشاقة يحول كورته للركنية. رد سريع من زملاء الغربي، ماما يوسفو يتحرك في الرواق الأيمن وكرة فخر الدين بن يوسف جانبية بقليل. نسق اللعب يرتفع والفرجة أصبحت حاضرة بلوحات فنية من الجانبين. نلعب دقيقة 27 كرة في محور دفاع الترجي متابعة من اللاعب الليبي زكريا الليفي وتصويبة شادي الهمامي ترتطم بالقائم الأيمن لمرمى بن شريفية. ضغط السي اس اس أجبر لاعبي الترجي على ارتكاب الأخطاء. 38 دقيقة لعب، سلام القزاوي في هجوم عكس للسي اس اس متابعة من وليد الهيشري والحكم مسلم جديدي اللي كان قريب من موقع العملية يعلن عن ضربة جزاء للنادي الصفاقسي. ضربة جزاء رافقها احتجاج لاعبي سي اس اس على اكتفاء الحكم الجديدي بانذار الهيشري شفويا. وشادي الهمامي ينجح في مغالطة بن شريفية وامضاء تاسع هدف ليه خلال هالموسم. النادي الصفاقسي قوي في سرعته، دقيقة بعد عمل هجومي منسق الحداد ورغم متابعة دريساي يصوب ترجع من الحارس متابعة من لافي اللي صوب ترجع مرة أخرى من دفاع الترجي. شادي الهمامي في متابعة يمر بذكاء لزميله ماهر الحداد اللي ينجح بالمناسبة في تسجيل الثنائية للسي اس اس والهدف الثاني ليه خلال هالموسم. شوفوا يتباتا ويفقد توازنه ادريسا كوليبالي، ماهر الحداد يبعد على وليد الهيشري صوب يتألق في مناسبة أولى معز بن شريفية، ثم التصويبة من زكريا الليفي ترجع لشادي الهمامي اللي يمهد لماهر الحداد واللي غالط الحارس معز بن شريفية. 2-0 نتيجة جعلت الترجي يلعب الكل في الكل. مخالفة للترجي البوعزي في التنفيذ متابعة من لاعب كريم العواضي اللي ينجح في مغالطة الحارس رامي جريدي وهدف تذليل الفارق. 2-1 الترجي يحاول العودة في المقابلة وإعادة من جديد لمخالفة اللاعب بوعزي والمتابعة من كريم العواضي اللي ينجح بالمناسبة في تحقيق ثالث هدف ليه خلال هالموسم. في الشوط الثاني الحوار كان تكتيكي بالأساس بين نبيل الكوكي وديكاسيل. سلم القزاوي يصوب والحارس بن شريفية يتدخل. دقيقة 63 إنيانغ في العمق للاعب كريم العواضي اللي يبحث عن الثغرة في دفاع النادي الصفاقسي، وعلى إثر العملية الحكم مسلم جديدي يعلن عن ضربة جزاء للترجي. يوسف المساكني في التنفيذ والامتياز في التصدي للحارس رامي جريدي. برشا تشويق وبرشا تسابق وتلاحق يوسف المساكني ورامي جريدي والتألق للحارس رامي جريدي. سلامة القزاوي ما كانش الحظ إلى جنبه في اللقاءات الأخيرة للسي اس اس وهدف أبيض سجله في دقيقة 73 بعد راية من مساعد الحكم الثاني وليد الحراق. فخر الدين بن يوسف تحرك اليوم بشكل ملفت للانتباه، ابحث عن الثغرة وجه لوجه مع بن شريفية اللي يتألق ويرحمه من تثليث النتيجة. ربع ساعة أخير من المقابلة تعدد فيه المحاولات من الجانبين واثنين بواحد انتصار بسيكولوجي بالأساس لأبناء نبيل الكوكي وهزيمة هي الأولى في البطولة لديكاسيل مع الترجي. هذه الكاتريام ماتش في 10 ايام الحمد لله، معناتها خرجنا من لي ديفات اللي صاروا لنا في استاد وعملنا ماتش مع مستير الحمد لله، جبنا دو فيكتوار باهيين في جرجيس والاسبيرونس، ما زالت البطوله ونجم نرجعوا ان شاء الله. زاد عرس خويا البارح ما حضرتوش، الحمد لله يا ربي ربحنا ان شاء الله، ديما فرحنا ان شاء الله، ديما فرحانين. الحمد لله استا ماتش تري سيري، ربحنا دو جرون اونتر دو جرون كلوب، ما ثماش بروبير الاسبيرونس سي سي دو جرون كلوب، دونك سي ان ماتش كلاسيكو.
الحمد لله اليوم وفقنا الله وكل تقريبا في الماتشات الكل اللي لعبناهم تقريبا ندير الشخصي قاعد يحقق فرص. Aujourd'hui on a vu encore il y avait une grosse volonté des joueurs en deuxième. في الشوط الثاني لاحظنا رغبة كبيرة للاعبين للعودة في نتيجة اللقاء. أهدرنا ضربة جزاء، أضعنا عديد الفرص السهلة، لكن هذه الهزيمة أعتبرها موجعة للاعبين وأيضا للإطار الفني. Cette ici ça fait mal pour les joueurs et pour le staff aussi.